لا يزال التصعيد العسكري يتصدر المشهد في الضفة الغربية في ظل اشتباكات ومواجهات متكررة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى. وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بإصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بين الطرفين عند مدخل مخيم العروب جنوبي القدس في الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات على مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في المخيم. من جانبها، أكدت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها قدمت الإسعاف لشابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، فيما نقل 3 شبان آخرين إلى مركز صحي جراء إصابتهم بالرصاص الحي. بدورها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الصوت والغاز اتجاه الشبان الفلسطينيين عند مدخل المخيم، ومنع المدنيين من الدخول والخروج من بوابة المخيم الرئيسية، كما نشر قناصة فوق أسطح المنازل وأطلق الرصاص الحي والمطاطية وقنابل الغاز والقنابل الصوتية لتفريق الشبان الفلسطينيين. وتشهد الضفة الغربية توتراً متصاعداً على خلفية استمرار الاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون للقرى والبلدات الفلسطينية، وما يقابلها من تنفيذ شبان فلسطينيين عمليات طعن ودهس داخل إسرائيل.